ماجد سعيدي، شاب طموح، مواليد مدينة الدار البيضاء، بالضبط مدينة عبد الرب السلطان. تابع الدراسات الجامعية ديالي في جامعة الحسن الثاني، شعبة علوم اقتصادية. من بعد درت عامين تكنيسيان سبيسياليزي سيستيم ريزو، ولكن كان ديما الشغف والحب لكل ما هو فني. دونك اون باغلي القراية، ديما كنت اتاشي للمسرح، درت كونسيرفاتوار ابتداء من مسرح شباب، دور شباب الى اخره، بحال اي واحد كيحاول يشق طريقه لشي هدف هو باغي. الفتره ديال الحجر الصحي باش ما نكذبش عليك، في الاول سيتي نورمال، فهمتي؟ داك الشهر الاول زوين، كيما يدار كدير شويه سبور، كتقرا شويه، كتكتب شويه، كتعاون مالين الدار الى اخره. من بعد ما كتبش عليك بدات بدا كيلعب، بدا الجانب النفسي كيلعب، سيكو انت غير جالس نفس الروتين كتعاودو يوميا، دونك بدا كيغلب شويه الملل، جونغ كيف كنقولو ما كاين ما يدار. الشهرين الاخرين ما دوزتهاش مزيان، دوزت قاصح. بحال اي واحد باغي يدير شي حاجه، جونغ البدايه ديالي كانوا بالمسرح. كيف قلت لك المسرح من تناقل من دور الشباب، من بعد التحقت في كونسيرفاتوار، بعد مسرح جامعي، بعد مسرح الهوات، الى انني جات الفرصه انني نولج عالم السينما. وكانت البدايه مسلسل فرنسي لو بيغ دو ليجوند، كان كيدار على قناه كانال بلس. و الا جات الوقيته اللي شفتيني فيها في كفر الحبيب. بطبيعة الحال سيكو اي واحد كيف ما كان يلاه بادي باش تشتغل مع سي حسن الفد ماشي سهلة، ولا باش يتم اختيارك من طرف حسن الفد ماشي سهلة. فبطبيعة الحال كانت هي مفترق الطرق، ولو انني نقدر نقول لك بلي الاشتغال مع سي حسن الفد بالضبط مع شخصية كبور هي سلاح ذو حدين، تقدر تلعب معك تقدر تلعب ضدك. سيكو يا اما تكون على وطاق وتكون كي كنقولوا حنايا واحد العضو فاعل في النجاح اللي خلاته الشخصيه ديال الكبور، سواء انك غادي تاكل العصا. دونك طبيعه الحال كانت مفترق الطرق وحلت لي بزاف الحوايج. التفاصيل ديال اختياري في سلسله كبور الحبيب هي هادشي من بعد عرفت، هو كان بري سيليكسيون سيكو فوالا. من بعد كان عندي اسياج كوستيم في باساج واحد ديال فيلم 360 ديال امين مولا. جيت عندي ريسبونسابل كاسينغ قال لي راه بغيتك في واحد، راه البروفيل ديالك كنقلب عليه في واحد اللعيبه بحال هكا. قلت له اش هاد اللعيبه؟ قال لي لا راه سي كونفيدونسيال. عطاني بيرسوناج قريتها، جي باسي الكاسينغ ومشيت. من بعد كيعيط لي المخرج، من بعد مورا بشي 25 يوم ولا شهر كيعطي مخرج كيقول لي واش انت صيفطتي شي فيديو لحسن الفد؟ قلت له لا ماشي انا. قال لي لا راه الفيديو ديالك قدامي، وكيقول لي حسن الفد شوف هذا الكاركتير هذا. قلت له راه ماشي انا. قال لي واه هي ما كنعرفكش. قلت له ما نعرف، وقيلا الشابة. قلت له صافي وقيلا ماشي انت. الى انني كنتفاجا من بعد موراها بشي سيمانه كيعيطوا لي شركه الانتاج كيقول لي راه مغاك حسن الفد تكون معاه في سلسله كبر الحبيب. فكان في الاول ما نكذبش عليك ما هي فرحه طبيعه الحال، ولكن حسيت بواحد الضغط رهيب. كتبقى تراود عندك ديك واش غادي نكون مزيان، واش غنكون على اوتور، واش غادي نعجب الناس، واش. فاذا تلاقيتو كنشكرو له هو لا يتم يفتح من هذا المنبر اللي فوالا كي كنقولوا حنايا ديجاج عليا واحد شويه ديال الضغط، ودات الامور مزيان بخير وعلى خير الحمد لله. بالنسبه لمجيد فين كيلقى راسو، هو باش نقولك واحد القضيه ان المسرح راه كيبقى هو المسرح منو بديتي، والشغل في المسرح ماشي هو الشغل في التلفازه ولا في السينما. كل بلاصه عندها قواعدها، كل بلاصه وطرق الشغل ديالها. غير هو دينا يوم ولات كنلقى مجيد في السينما اكثر، في السينما وفي كل ما هو درامي، رغم ان الجمهور عرفني في ستيل كوميدي. واخا انا براسي تفاجات براسي في كبر الحبيب،
واخا انا كيف قلت لك بور الحبيب ما كانش الدور ديالي كوميدي 100% سيكو هو كان كيتبنوا عليه لي سيتوياسيون كان كيتبنى عليه الضحك ولكن اذا كنتي ممثل راه خصك تكون تبدا في اي حاجه جديد الفني من بعد كورونا من بعد كورونا ما حتى شي حاجه بقى ما بينا سيكو صوف كان عندي واحد ميني سيري فرنساويه اللي ما كملاتش سالينا نهار الكونفينمون بالضبط حبسونا دونك هي اللي باقي خصني نكمل وفي انتظار ممكن كاين شي حاجه كاين طرطاشه كلام ولكن باقي باقي حتى شي حاجه ما كونفيرمي اولا كنشكر لو سات تي في على هاد البديره اللي خلاتني نتواصل مع جمهور من جديد كنقول لهم شكرا شكرا للناس اللي كيدعموني سواء من قريب سواء من بعيد شكرا للناس اللي حتى هما كينتقدوني باسكو بيهم كتعرف شنو خصك دير وشنو خصك تصحح شكرا لهم بزاف و بلا بيكم حنا راه ما والو